بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. على قرار تعيين حكم اسرائيلي لمباراه المغرب والجزائر، في اخبار وتقارير صحفيه تناولتها صحف ومواقع وقنوات كمان هنا على يوتيوب ان لاعيبه المنتخب الجزائري تم التحقيق معاها علشان خاطر اظهروا مجهود غير طبيعي في مباراه المغرب، والتحقيق ما كانش تحقيق عادي، لا ده كان فحص النشاطات وكان فحص المواد المنشطه. علشان خاطر تقعد تفكر كده بالعقل وبالمنطق، هو احنا في بطوله وديه، ايه حوار النشاطات وايه موضوع التحليل؟ تحليل ايه ده؟ كده كده اساسا اللي هيخلص الماتش النهارده بعد 3 ايام هيروح يلعب بالدور الجاي، فازاي انك هتروح تعمل تحليل للعيبه المنتخب الجزائري؟ وهل لو النتائج اثبتت ان هي ايجابيه، ده لو انت عملت تحليل من النشاطات، هل انت تمتلك قرار انك تستبعد المنتخب الجزائري وتصعد المنتخب المغربي مكانه؟ احنا في بطوله وديه، في بطوله وديه. وعلى فكره تحاليل المنشطات ما بتبقى زي ما انت فاهم، مثلا لمجرد ان لعيب كان عنده ماضي سيء مع منشطات وهو يوسف البلايلي، تيجي تقرر انك تروح تجيب يوسف البلايلي هو بس في الملعب، تقرر انك تعمل عليه فحص منشطات. فحص منشطات بيكون على 2 لعيبه من المنتخبين، يعني هينقوا لعيب من المنتخب المغربي ولعيب من المنتخب الجزائري. ده الكلام ده انتم هيتم اختيار عينه عشوائيه من اللعيبه، مش عينه انت عايز تختار بمزاجك. ففكره ان الاتحاد العربي بيصدم الجزائر والكلام ده كله، ده كلام بتاع يوتيوب، ده كلام واخبار كلها فيك، واخبار كلها على غرار زي ما قلت لك تعيين حكم اسرائيلي. احنا مش عارفين مين بيرمي ام الاخبار دي علشان خاطر نقعد نرد عليها. يا جماعه القصه سهله وبسيطه، احنا في بطوله وديه، البطوله الوديه دي صعب انك تتهم فيها لعيبه بتناول منشطات، لان دي بتعتبر جريمه في عالم كره القدم، فصعب انك تتهم الناس بالباطل وانت ما عندكش اي دليل غير ان الدليل بتاعك ان اللعيب ده كان عنده ماضي سيء. نفس المشكله اللي كان بيتم اتهام بيها البلايلي من شهرين في قطر. يا جماعه نرتقي شويه ونقعد نعقل، وماتش خسرناه يبقى هارد لك، ونقعد نفكر في الجاي، وممكن نمشيها بمبدا ان احنا خسرنا بالمنتخب المحلي. او برضه حته المنتخب المحلي، كل ما الواحد ما بيعمل فيديو ناس كتير بتخش تقول لك على فكره الجزائر بتلعب بخمس لعيبه بس من الفريق الاول، على فكره المنتخب المغربي كان بيلعب بالمنتخب الثاني. طب ما احنا عارفين الكلام ده وقلناه من اول يوم، مش لازم عشان تثبت لي وجهه نظرك انك خسرت ان انا بكون بلعب بالمنتخب الثاني، ومش لازم لو المنتخب القطري او منتخب مصر عامل نتيجه ايجابيه مع منتخب الجزائر انك تقول ان انا جاي بنص الفريق. والله عارف ان انت جاي بنص الفريق انت والمغرب، وعارف ان مصر وتونس هم اللي جايين حرفيا بالفول تيم، فاحنا ما نقعدش يا جماعه نطلع اعذار ونعرف ان الموضوع جيم، وده ماتشات في بطوله كل هدفها التقارب يا اسطى، التقارب من التقارب انك تتقبل الهزيمه. نتقبل بقى شويه يا جماعه الهزيمه ونرتقي شويه، ومعلش يعني انا الفيديو زعلك، بس هي دي وجهة نظري، هو دي اللي انا شايفها. وعلشان ما نوديش الموضوع لبعيد، نقعد نفكر بالعقل كده وبالمنطق، هنلاقي ان الموضوع اسهل من كده بكتير.